سلام يا ماما على اصحابي. محتاجه حاجه؟ خلي بالك من نفسك. واحنا اصلا هنتقابل امتى بقى؟ من الاخر انا اللي هجيبها لكم. بس خلصانه. شايفه ان احنا ممكن ننزل بدري شويه؟ اتفرج عليا. خلصانه. ازيكم؟ انا شفتك قبل كده يا زميلي. رقمك؟ رقمها يالا. من فضلك كفايه كده. ايه؟ اتخضيت؟ انت النهارده شفتها، بس هي وكتير غيرها بيتعرضوا للتحرش كل يوم، ومفيش حاجه هتتغير من غير ما نغير اخلاقنا. تجمل بالاخلاق.